عليكم، اليوم نلعب لعبة بي كي اكس دي. اللعبة اللي اسمها بي كي اكس دي. في الحلقة هذيك قمنا نأثث في البيت مالنا وطلع لنا عجيب. اليوم وش بنسوي يا ترى؟ تشوفون البيت خلص التايم، فاليوم شنو بنسوي؟ اليوم بيفقس فتنة. فأول شيء قبل ما نبدأ، لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب سووا شير لأصدقائكم. فيلا أوبن، يلا 1 2 3. واو كول، يا تعال تسوي لها كذي، شوفوا ايش حلاوتها، احملها وخلنا نشوف ايش فيه في التلفون. يلا اليوم بنسوي سباق مع البت. تتذكرون الحلقة الأولى كان إيه؟ يوم نروح سباق وقالوا لنا play with a pet win XP. اليوم بنلعب ويا بت. فيلا لحظة، الحين بدش المكان ان شاء الله نفوز نفس اول حلقة. يلا بندش داخل. اوكي يلا اوكي تخيلوا تكونوا الروبوت وتضلون. اوه تبين مالكات. بعدين لا تخافوا ما يموتون. يلا لازم افوز. شلون مديني افوز شنو صار؟ ليش صار مرابع؟ بعدين بوضح حالي، حضاول شنو بدي افوز. ما علي اقدر افوز بعدين. مصر اني بفوز ادري اني بفوز ما يحتاج ادري اني بفوز. هذا شنو هذا غشاش؟ شلون شيطان واحد غشاش؟ حال هذا بعد شيطان. نلعب مرة